أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرجو منكم توضيح معنى هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هل يكون معه في نفس المنزلة؟ وما هو مقتضى هذه المحبة؟ يكون معهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأهل الجنة يتفاوتون في منازلهم وطبقاتهم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. المهم أنه يكون مع أهل الجنة ومعهم في دخول الجنة. المحبة في الله عز وجل أمرها عظيم، البغض في الله أمره عظيم، الولاء والبراء أمرهما عظيم. نعم.